أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الثامنة من قناة ليبيا، نبدأها بالعناوين. المنفي يصل إلى مدينة طبرق عقب اختتام زيارته مدينة سرت. مساعا دولية لعقد مؤتمر في برلين حول ليبيا منتصف الشهر القادم. وزارة الداخلية تصدر تعميما بتجريم حاملي الأسلحة غير المرخصة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي وصول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مدينة طبرق يوم أمس الخميس. يشار إلى أن زيارة المنفي إلى طبرق جاءت عقب زيارة قام بها إلى مدينة سرت، والتي التقى فيها بوجهاء وحكماء المدينة والمكونات الاجتماعية، كما توجه إلى بعض مرافق المدينة للوقوف على مراحل الصيانة ومدى جاهزيتها. أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيب اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على تويتر، فقد تناول الاتصال العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى وغزة والمواطنين الفلسطينيين. أفادت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية بأن من المقرر عقد مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا في برلين في النصف الثاني من يونيو المقبل. كما أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس تعاون إيطاليا وألمانيا لتنظيم هذا المؤتمر وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا. يشار إلى أن برلين كانت قد استضافت المؤتمر الشهير لتسوية الأزمة الليبية في يناير من العام الماضي بمشاركة مسؤولين من 11 دولة بالإضافة إلى ألمانيا. تم الاتفاق من خلاله على توحيد مؤسسات البلاد ووقف التدخلات الخارجية، إلى جانب احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووقف إطلاق النار. أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مناقشات حول بعض الموضوعات الرئيسية والإقليمية، من بينها الأزمة الليبية. غوتيريش في كلمة له في جامعة العلاقات الدولية بموسكو بيّن أن مناقشة هذه الموضوعات تهدف إلى دراسة كيفية العمل المشترك بين الأمم المتحدة وروسيا لحل الأزمات ودعم السكان بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو إن فرص السلام زادت في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. بحسب تصريحات صحيفة أو تصريحات صحفية لماس، فقد شدد على وجود تعاون وثيق مع تعيين حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن بلاده ترغب في مرافقة ليبيا بشكل إيجابي في هذا الطريق نحو الديمقراطية والاستقرار. اعتبر عضو مجلس النواب الليبي جبريل وحيدة أن تكليف ريتشارد نورلاند مندوبا خاصا للبيت الأبيض إلى ليبيا يمثل تحركا استراتيجيا مباشرا لواشنطن من أجل تحجيم التدخلات العسكرية للدول الأخرى. وحيدة في تصريحات صحفية قال إن قد نشهد تهديدا عسكريا حقيقيا لكبح جماح اتباع وأدوات هذه الدول من الأطراف الليبية إذا لم تلتزم بالاتفاقات السياسية الأخيرة، وصولا إلى إجراء الانتخابات القادمة في موعدها. كما تراهن الإدارة الأمريكية على انتخاب سلطة واحدة تمثل كل ليبيا، ويمكنها أن تكون حليفا استراتيجيا واقتصاديا لواشنطن حسب قوله.
أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العميد خالد مازن خلال كلمة ألقاها أمام جمع من المسؤولين بمدينة هون في بلدية الجفرة، أكد على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن للحفاظ على مدن ليبيا، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات في موعدها. تفاصيل أوفى عن زيارة وزير الداخلية إلى مدينة هون في هذا التقرير. بدعوة من المجلس البلدي الجفرة، حضر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العميد خالد مازن مأدبة الإفطار التي أقيمت على شرفه بمدينة هون في بلدية الجفرة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأعيان بالجفرة، إضافة إلى حضور النائبين عن دائرة الجفرة إسماعيل الشريف ومعاذ صالح، وحضور رؤساء الفروع البلدية وعدد من ضباط مديرية أمن الجفرة واللواء 128 وعدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني. وزير الداخلية بالحكومة العميد خالد مازن دعا خلال كلمة ألقاها أمام الحضور مديري مكاتب في كافة القطاعات إلى الاطلاع على مناطقهم والتواصل مع مواطنيها بغية حلحلة المشاكل الموجودة. أدعو خاصة المسؤولين هنا عميد البلدية ومدراء المكاتب في كل القطاعات أن يكونوا على تواصل، أن يكونوا موجودين من مراكز صنع القرار ليهتموا بمناطقهم أكثر، ليهتموا بناسهم أكثر. العميد مازن أشار إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار توحيد المؤسسات الإدارية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب الاستعداد للانتخابات المقرر عقدها في 24 من ديسمبر، فضلا عن مناقشة الخطة الأمنية وسيطرة الأمن على كل مناطق ليبيا، منوها إلى عزمه على القيام بزيارة للجنوب الليبي بعد أن أنهى زياراته لمدن المنطقتين الغربية والشرقية. كنا على مستوى وزارة الداخلية في زيارة للمنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، وأيضا سنقوم برحلات أخرى وبزيارات أخرى لكافة مدن وربوع ليبيا. هذه الزيارات لأجل توحيد المؤسسات الإدارية بكافة البلاد، وكذلك الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر، هذا الاستحقاق الشعبي الذي ينتظره الليبيين بفارغ الصبر. يشار إلى أن التجمع ألقيت به العديد من الكلمات التي رحبت بحضور وزير الداخلية، كما ثمنت من خلالها دوره البارز في الحفاظ على الأمن بمختلف المدن الليبية وتعزيزه، فضلا عن قراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء الأقصى. أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم تعميما على كافة الإدارات بتفعيل قسم لترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات، مشددا على تجريم كافة حاملي الأسلحة غير المرخصة، وقال إنه يتعين عليهم ضرورة تقيد من يحملون أسلحة غير مرخصة بتسليم ما لديهم لأقرب مركز شرطة مختص في فترة زمنية أقصاها شهر واحد من تاريخ إصدار التعميم. هذا وأصدر الوكيل تعميما آخر لكافة أصحاب قاعات المناسبات والأفراح بمنع استخدام الأسلحة بأنواعها ومحاسبة كل قاعة يتم تسجيل مخالفة داخلها أو في محيطها. وعليه وجه قعيم الأجهزة الأمنية إلى البدء في شن حملات على مستنقعات الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية لمصادرتها. أجرى رئيس مكتب التفتيش والانضباط بالإدارة العامة لدعم المركزي جولة ميدانية موسعة يوم أمس في أول أيام عيد الفطر المبارك، استهدفت الاطلاع على نشاط دوريات الإدارة إلى جانب تقييم مستوى عملها في أكثر من موقع ونقطة تمركز. وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تأتي هذه الخطوة بتعليمات مباشرة من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ووفق الخطة الأمنية التي أعدتها إدارة الدعم المركزي من أجل ضمان تنفيذها المهام المنوطة بها في حفظ الأمن. فقد 17 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم الذي عثر عليه الخميس قبالة السواحل التونسية. وبحسب المعطيات الأولى التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، فقد غادر القارب ميناء زوار الليبي الثلاثاء باتجاه أوروبا، كما أبلغت عن نقل ناجيتين إلى المستشفى.
طالب حاكم قطاعة صقلية نيلو موزوميتشي وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي بحث الحكومتين التونسية والليبية على احتواء تدفقات المهاجرين نحو سواحل الجزيرة في جنوب إيطاليا. موزوميتشي أشار خلال تصريحات صحفية إلى أنه طلب أيضا من حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي وضع استراتيجية بشأن البحر المتوسط وليس من أجل ظاهرة الهجرة فقط. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون، لافتا إلى أنه لن تتحقق المصالحة إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء. دبيبة في تغريدة له على حسابه على تويتر أشار إلى أنه قد تم الإفراج عن 78 سجينا ممن انتهت المدة المقررة لهم في السجن، منوها بأنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون. بدورها رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بالإفراج عن السجناء وتبادل 35 محتجزا من كلا الطرفين برعاية اللجنة العسكرية المشتركة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود إحلال السلام والمصالحات الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا. هذا وأشارت اللجنة إلى أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. في ذات السياق أعرب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية عطية القطراني عن أمله في أن يعم الأمن والسلام كل ربوع ليبيا وأن تتحقق المصالحة الوطنية بما يوحد مؤسسات الدولة. بحضور كل من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي ووكيل ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة وجمعا من المسؤولين، تم افتتاح قسم العناية الفائقة الأحدث من نوعه بالجنوب الشرقي بسعة 10 أسرة مجهزة بأحدث الإمكانيات والتي سيكون لها دور كبير في التقليل من الحالات التي يتم تحويلها لمدن الشمال. هذا وافق الزناتي خلال الافتتاح على توقيع عقود ل 25 عنصرا طبيا واستشاريا بمستشفى عطية الكاسح إلى جانب توفير جهاز مقطعي للمستشفى، إضافة إلى صرف المرتبات المعلقة للعناصر الطبية والطبية المساعدة. الثامنة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. بيت شباب الفقهاء ينظم مسابقة المؤذن الصغير في المدينة. أهلا بكم من جديد. بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سلام الغويل أن الحكومة تسعى لتحقيق عدة أهداف أبرزها استتباب الأمن لجلب الاستثمارات، إضافة إلى إعادة بناء النظام القضائي للدفاع عن الحقوق دون تفريق بين الليبيين. هذا وأكد الغويل أن الحكومة تسعى من خلال سياستها الخارجية إلى أن تكون حلقة وصل بين ضفتي المتوسط وإفريقيا والعالم،
كما لفت إلى أهمية تنويع الاقتصاد الوطني لإنجاز تنمية دائمة في المستقبل. وفيما يخص توحيد المؤسسات المالية، أشار الغويل إلى أن الحكومة قطعت أشواطا من المباحثات بين هيئات شرق البلاد وغربها، حيث نجح المصرف المركزي في توحيد سعر الصرف وحلحلة أزمة السيولة. أشار عضو لجنة المستشارين والخبراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الصلح إلى أن قرار حكومة الوحدة الذي يتمثل في إنشاء 4 صناديق سيادية لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب بقيمة 4 مليارات دينار يعتبر خطوة جيدة، لافتا إلى أن هذه الصناديق ستسهم في تقليص عامل الوقت لإعادة الإعمار، ومنوها بأن المعضلة تظل في عدم وجود مصادر تمويل واضحة لها وتقدير القيمة للمساهمات المتوقعة وبالتحديد من القطاع الخاص وفقا لتصريحات صحفية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد علي الصلح، عضو لجنة المستشارين والخبراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. أهلا بك سيد علي. بداية، هذا المبلغ هل تعتقد أنه كاف، وهل كان متوقعا من الحكومة أن تخصص هذا المبلغ لإعادة الإعمار؟ سيد علي الصلح، هل تسمعني؟ سيد علي الصلح، إذا كنت تسمعني، كنت قد سألتك عن موضوع المبلغ الذي خصص لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب والذي يتمثل بقيمة 4 مليارات دينار ليبي. قلت أنه خطوة جيدة، هل باعتقادك أن هذا المبلغ كافي؟ أولا، الصناديق مثل هذه الصناديق هي ينبغي على الدولة أن يكون لديها ميزانية، أي ذات موارد مستقرة لتنفيذ استراتيجية وطنية. لأن زي ما نحن عارفين برنامج إعادة الأعمار في السابق تعطل جدا في ليبيا، ولعل المشاكل اللي حاصلة في ليبيا من انقسام سياسي حالة دون أن ننفذ إعادة الأعمار في ليبيا. إعادة الأعمار محتاجينها السكان الليبيين، محتاجينها لإعادة الاستقرار أو لتنظيم الحياة مستقرة، يعني سواء كانت على المستوى المواطنين المتضررين من المباني، سواء على مستوى الشركات. فإن هذا الأمر أنا في اعتقادي هو نفقات استثمارية، حتى لا يقول إن 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 علي الصلح يقول في حديث غير مشتق من الحكومات. يعني نحن بعد ما نتكلم على نفقات استثمارية في ليبيا هي منخفضة منذ فترة، بل إنها لا يتحقق الغرض من النفقات الاستثمارية، صح القول. فإن هذه الصناديق ذات سيادة المفروض أنها تكون في بنود المساءلة والمحاسبة في المستقبل. إذا لابد أن نخصص مبلغ الصندوق لإعادة أعمار للمدينة سين أو صاد حتى يتحقق الغرض منها أو الهدف من هذا الصندوق. نعم. طيب سيد علي، كيف سيتم ربما توزيع هذه المبالغ؟ ما هي الخطة المعدة لاحقا، ومتى سيتم البدء بذلك؟ بالطبع نحن الآن ليست لدينا المعلومات الكافية، لكن المعلومات اللي عندنا إن هي لديها حجم موارد ومحددة الموارد، لأن حدد البرنامج الخاص بالصناديق من خلال الموارد الاقتصادية، سواء كانت في فائض سعر الصرف الأجنبي الناتج عن الرسوم الضريبية في السابق. وأنا في اعتقادي أن هذا المبلغ يعني ليس المبلغ المرغوب فيه في الانفاق الاستثماري في ليبيا، لأن في ليبيا مثلا نحن محتاجين إلى انفاق استثماري حتى نتخلص من حالة الركود الاقتصادي، وليس انفاق استهلاكي. يعني كان لابد الحديث عن البنود، فإننا نتحدث عن بنود خاصة بالنفقات بصفة عامة، سواء النفقات الاستهلاكية أو النفقات الاستثمارية. لكن نحن بعد ما نشوف النسبة أن 4 مليار بالنسبة لحجم الميزانية، فإن هذه النسبة حتكون ضعيفة جدا، لأن نتكلم على حوالي 4% يعني من الميزانية المرغوب في اعتمادها من الحكومة. نحن دائما ندفع باتجاه النفقات الاستثمارية. معنى النفقات الاستثمارية أن هناك حركة لعجلة الاقتصاد من جديد، هذه الحركة
متمثله في المباني، متمثله في اجراءات خاصه باعاده الاعمار والتعويضات ايضا. هذه الحركه لن تكون حركه نقديه، انما حركه انتاجيه فعاله في 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 ظل وجود هذا الامر او هذا الركود الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي منذ فتره. طيب سيد الصلح، يعني كنت قد قلت في تصريح صحفي أن المعضلة الآن تظل في عدم وجود مصادر تمويل واضحة لها، وبالتحديد من القطاع الخاص. كيف تعلق وتوضح لنا هذا الموضوع بالتفصيل أكثر؟ نعم، نحن دائما في الحكومات، دائما في المقترحات والتوصيات، دائما ما نشير إلى ضرورة وجود شراكة بين القطاع العام والخاص. نعم. فإن مثل هذه الصناديق في العادة بعد ما ندير إنشاء مثل هذا الصندوق لإعادة الإعمار أو لإعادة الاستثمار أو لأي غرض كان، سواء إنتاجي أو استثماري يعني، فإن من المفروض أن يكون هناك نسب محتمدة. إيش معنى النسب المحتمدة؟ يعني يكون القطاع مثلا عام يشارك فيها بنسبة 25% إلى 50% حد أقصى، والباقي يكون حصة للخاص. القطاع الخاص لابد أن يكون له نصيب في هذه الصناديق اللي هي لإعادة الإعمار. أولا الغرض من ذلك أني أنا نمول الإنفاق الاستثماري من خلال الشراكة الدائمة والمستدامة، ونحقق من خلالها الاستدامة المالية في الاقتصاد الليبي. ثانيا أني أنا نجعل من الاقتصاد الخاص يعني دور مهم في الاقتصاد الليبي حتى لا يهمش دوره، ونستخدم أيضا من جديد دور الانفاق العام، أي أن وجود زيادة في النفقات العامة سوف يؤثر في المستقبل على الاقتصاد. فهذا الدور اللي نحن نتحدث عليه، ولابد أن يكون لأي صندوق في ليبيا أو أي هدف أو أي غرض من الصندوق له دورين: الدور الأول في الشراكة والإشراك المستمر، والدور الثاني في أني أنا نحقق الهدف أو الغرض منه. نعم. سيد علي الصلح، عضو لجنة المستشارين والخبراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كل الشكر لك. طالب وفد من وزارة الخارجية الليبية خلال لقائه مسؤولين مصريين في القاهرة بتسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع من منفذ سلوم البري وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي. وبين رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري أن الوفد طالب أيضا بتفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل عام 2011، فضلا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية. وبحسب الجراري فقد أبدى الجانب المصري تجاوبا كبيرا مع الوفد الليبي، ودعا إلى عقد لقاء آخر عقب إجازة عيد الفطر في ضوء رغبة القاهرة بالتجاوب والتقارب بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعلن مطار معيتيغا الدولي افتتاح شركة الخطوط التونسية مكتب مبيعاتها الرئيسي في برج طرابلس منذ أيام. هذا وبحسب الصفحة الرسمية للمطار فقد قررت إدارة الشركة استئناف رحلاتها اعتبارا من يوم الاثنين القادم بواقع رحلة واحدة يوميا ذهابا وإيابا من تونس إلى معيتيغا، وثلاث رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا من تونس إلى بنينة. مع نهاية شهر رمضان الكريم وبحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، تمت إعادة افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية بعد صيانته وتجهيزه بمجهودات ذاتية، وذلك بحضور المجلس البلدي ولفيف من الضيوف. الحضور وجهوا الشكر إلى كل من أسهم في تجهيز هذه المؤسسة المحلية في مدينة طبرق، داعين جهات الاختصاص إلى دعم هذه المؤسسات والاهتمام بها. اليوم طبعا نبارك لكل الزملاء الإعلاميين بافتتاح المبنى القديم الجديد لإذاعة طبرق. طبعا هذا مبنى عريق وله رمزية في مدينة طبرق، بجهود طبعا الخيرين، بجهود البلدية، بجهود كل رجال الأعمال في مدينة طبرق. أعدنا افتتاحها أيضا بجهود الزملاء الإعلاميين اللي بذلوا جهود كبيرة في التنسيق لإتمام هذا الإنجاز الكبير. وافتتاح اليوم طبعا حيكون براح لكل المثقفين، مجال لكل الإعلاميين، لمن يحب أن يمارس هذه المهنة ولمن يحب أن يبدع إعلاميا، مكان بكل تأكيد يرحب بالجميع. اليوم نفتتح مقر إذاعة البطنة المحلية، سابقا إذاعة طبرق المحلية،
طبعا تم صيانة المبنى بالمجهود الذاتي، وهذه دعوة لجميع الإعلاميين والأدباء والكتاب بمدينة طبرق للالتحاق بإذاعة طبرق، إذاعة كل الطبارقة. طبعا إذاعة طبرق طبعا إذاعة عريقة، افتتحت عام 1999 في شهر سبتمبر، وهذه الإذاعة تعتبر يعني من أقدم الإذاعات المحلية الموجودة في ليبيا، وكان لها الفضل الكبير يعني في يعني نقدر نقوله هي مؤسسة، لأنها خرجت العديد من الكوادر الإعلامية الموجودة الآن في الساحة الإعلامية في ليبيا، سواء كان في القنوات الفضائية أو الإذاعات المحلية أو مراسلين، فهي تعتبر مؤسسة قائمة بذاتها. نتمنى من الجهات المختصة دعم هذه الإذاعة. في أول أيام عيد الفطر المبارك نظمت في المسجد الكبير بمدينة الفقهاء مسابقة المؤذن الصغير التي يشرف عليها بيت شباب الفقهاء بالتعاون مع الفرع البلدي بالمدينة. فعاليات المسابقة شارك فيها 13 متسابقا وشهدت حضورا واسعا. التقرير التالي والتفاصيل. ضمن الأنشطة والفعاليات الدينية، شهد المسجد الكبير بمدينة الفقهاء في أول أيام عيد الفطر المبارك إقامة مسابقة المؤذن الصغير التي أشرف على تنظيمها بيت شباب الفقهاء بالتعاون مع الفرع البلدي بالمدينة. نهني الأمة العربية والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. أقيمت أول يوم العيد مسابقة المؤذن الصغير داخل الفرع البلدي الفقهاء، وكانت النتائج متفاوتة بين المتسابقين. فعاليات المسابقة شارك فيها 13 متسابقا، وألقيت خلالها كلمة ثمنت كافة الجهود التي بذلت وتبذل من الجميع لتنظيم مختلف المسابقات، خاصة التي تعنى بالقرآن الكريم. ونتمنى من العلي القدير أن يوفقنا أن نستمر في هذا السباق، وبارك الله فيكم وجزاك الله خير. وفي ختام المسابقة تم منح المتحصلين على التراتيب العشرة الأولى مبالغ مالية وشهادات تميز، كما تم تكريم المشرف على المسابقة والقائمين عليها، وذلك بحضور رئيس الفرع البلدي الفقهاء ومجلس حكماء وأعيان المدينة وعددا من الضيوف. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. المنفي يصل إلى مدينة طبرق عقب اختتام زيارته مدينة سرت. مساعا دولية لعقد مؤتمر في برلين حول ليبيا منتصف الشهر القادم. ووزارة الداخلية تصدر تعميما بتجريم حاملي الأسلحة غير المرخصة. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.